السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. وانتم كتتابعوا في هذا الفيديو كما كتلاحظوا الإخوان، هذه البصلة الصيفية الصفراء. هذه البصلة الإخوان راه ديال الماكينة، كتزرع ما بين شهر 11 وشهر 12. كيف ما كتلاحظوا الإخوان، هذه البصلة هذه تقريبا راه قريبة توجد، بقات لها واحد الأسبوع وغدا تقلع. وفي هذا الفيديو إن شاء الله غنحاول نتكلم لكم على جوج ديال الأمراض، اللي هما الميليو وهو والبوتريس. فوقاش كيكون هذا المرض ديال الميليو، وفوقاش كتضرب هذه البصله بهذا المرض ديال البوتريس. هادشي اللي غتعرفوا معنا في هذا الفيديو الاخوان، وكذلك الناس اللي كيصولوني على الثمن ديال البصله للهكتار. ان شاء الله تعرفوا بزاف ديال المعلومات في هذا الفيديو هذا. تبعونا حتى للاخير، ما تنساوش تدعمونا في القناه، جزاكم الله خير. وكيف ما كتلاحظوا الاخوان، تبارك الله الشاء كطيح. هاد الشاء الاخوان منفعه لحاجه اخرى ومضره لحاجه اخرى، يعني فيها منافع وفيها مضره للفلاحه. بالنسبه للاخوان، الثمن ديال البصله اللي وصل الثمن ديالها هذه راها خضاريه او لا الفاسيه. بالنسبه للخضاريه وصل الثمن ديالها ل 10 مليون للهكتار، اما الفاسيه وصل الثمن ديالها 12 مليون للهكتار. اما البصله الصيفيه ديال الماكينه حاليا وصل الثمن ديالها ل 15 مليون للهكتار، يعني وصل الثمن ديالها اللي حاول كل شهر تقريبا كيرتفع الثمن ديالها، بحكم ان هذه السنه هذه كيف ما كتلاحظوا الماء نقص وقليل الفلاح اللي يقدر يقوم ديك البصله، يعني خصها ضروري الماء بكثره. هذا هو اللي خلى الفلاح يبيع بكري ويبيع بهذا الثمن هذا. بالنسبه للاخوان، هذا المرض اللي كنتكلم عليه ديال الميليو كيكون في هذه الوقيته هذه، ملي كتكون الشتا دابا حاليا خصك تداوي على الميليو منين تخرج الشميشه. هذا الميليو كيضرب الورقه كيف ما كتلاحظوا الاخوان، كيضربها للراس ديال الورقه وكيشوطها، يعني كيحرقها وكيقتلها من الراس ديالها. اما البوتريس الاخوان اللي هو واحد المرض اللي هو خايب بزاف اكثر من الميليو. هذا المرض ديال البوتريس اللي ما عارفينوش بزاف ديال الناس، هذا البوتريس كيضرب في الحراره، يعني ملي كتكون الحراره الرطوبه كيضرب الورقه البصله، ومني كيضربها كيضربها من الفوق وكتبقى تصفر للورقه كامله، هي كتبان لك ما صفراش وكتبقى تصفر على هذا الشكل هذا حتى كيحرقها. هذا المرض خصك ضروري تداوي عليه، وقليل الناس اللي ما كيداويوش عليه، وبالتالي البصله تقريبا كتوجد بكري وهي مازال يمكن تزيد، ولكن هذا المرض هذا هو البوتريس. اما الميليو كيف قلت لكم كيضرب هي الورقه الفوقانيه. نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. اي واحد عنده شي سؤال فمرحبا، ما تنساوناش بالدعم في القناه، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.